صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 40 لسنة 2023 بتعيين مدير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جاء فيه. تعين السيدة نورة أحمد البلوشي مديرا لإدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.